الدمار الذي لحق بالمقر الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مدينة غزة بمثابة مثال صارخ على جبروت الاحتلال وعلى مستويات الدمار والتشريد التي عانى منها سكان القطاع وما زالوا يعانون منها خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر. طبعا بقت وكالة الغوث تحوى ما يقارب من 6 إلى 10 آلاف بني آدم اللي هو في وكالة الغوث. حينما تم دخول الجيش إلى جانب الوكالة يوم الاثنين الساعة 5 صباحا بالدبابات المدججة والجرافات. وعلى الرغم من المكانة الدولية للمجمع ودوره كملاذ آمن في أوقات الصراعات إلا أنه تم اقتحامه من قبل قوات الاحتلال باستخدام الدبابات والجرافات. الذين بقوا في المكان من النساء تقريبا ما يقارب من 200 إلى 250 مرأة في المربع هذا، المربع الفوق طبعا شردوا من أول يوم، أما المربع هذا ما أردنش غدر النسوان المكان. جيش الاحتلال وبعد أن دخل المقر طالب الأشخاص الذين لجأوا للمكان بحثا عن مأوى بعد أن تهدمت منازلهم للمغادرة، حيث اختار العديد منهم الفرار إلى الجنوب. هذا كله ظلم، والظلم هذا يعني مش عارف لوقتش بضل احنا الشعب الفلسطيني شعب مضطهد وكل العالم ضدنا وكل العالم علينا، واحنا شعب مسالم ونحب الحياة كما يحب العالم الآخر الحياة، يعني ولا نريد يعني الموت والدمار والكذا، بدنا نعيش زينا زي العالم، يكون عندنا يعني حياتنا الطبيعية، يعني نعيش زينا زي أي عالم. ومنذ بداية العدوان على غزة يستهدف الاحتلال الأونروا سواء بهجمات متكررة على مقراتهم أو بتشويه دورها على اعتبار أنها شاهد محايد على ما يقترفه من جرم في حق المدنيين العزال في قطاع غزة.